بالنسبة لحوارية اليوم اللي هي تتمثل في جنوح الأحداث، وهي قضية طبعا حساسة بين مسؤولية الدولة والأسرة والمجتمع المدني. الموضوع هذا طبعا سبق أن اشتغلت عليه عدة جهات، عدة مؤسسات سواء في الداخل أو في الخارج، بالتعاون مع منظمات دولية خاصة منظمة اليونيسف. أيضا الأمم المتحدة لديها من القوانين ما يجعل لهذا الطفل حق الحماية. ما لمسناه أن اللقاءات طبعا تعددت في قضية جنوح الأحداث، ولكن للأسف دائما نبدو البداية جيدة في عملية التنفيذ التوصيات أو مخرجات كل اللقاءات والندوات حتى مع المنظمات لا تجدي صدى في عملية التنفيذ.